وفما عندنا معطيات متقاطعة من عديد الجهات والهياكل الأمنية بتاعنا، أكدت أنه فما نية ومش حتى نية مخطط لاستهدافه في شخص، مخطط لاستهدافه كشخص شخصي أو المؤسسة ككل، مؤسسة رئاسة ومحيطه. كبلومي تغصروا يغزر لي وانا نتغصر ونغزر. وبعد كي جاي خارج قلت له ما تحط شي في بالك، راه وكيك خليه ما تاخذش عليه، خلينا نعرف.